السادة استشاري معظم المعلومات في كل الموديولز بتاعت اس اي بي. السلام عليكم. خلال الرحلة بتاعت اس اي بي او المشاريع اللي انا دخلت فيها في بداية حياتي كاستشاري نظم معلومات او كساب كونسلتنت، في الفترة دي كل كونفيجريشن كنت بعملها كنت بحاول اترجمها. ليه؟ ايه اهمية ترجمة الترانسبورتيشن الكونفيجريشنز؟ لان بالنسبه لمشاريع اس اي بي بتبقى مشاريع كبيره، وبيبقى احيان كتير ليها فروع بره مصر وجوه مصر، او ليها فروع في مكان في كذا دوله. في الحاله دي الاند يوزر بيدخل بلغه، والمانجمنت ممكن تكون بتدخل بلغه تاني، والسبورت تيم ممكن بيدخل بلغه تالتة. ودي بتحصل مينلي في دول الخليج. لو عرفتوا ان الهنود مسيطرين على الماركت بتاع الخليج او موجودين بكثره، فبتلاقي ان لازم وانت بتكونفيجر تكونفيجر الحاجه بالعربي للمستخدم العربي، تكونفيجر نفس الحاجه للمستخدم الهندي لو هو ممكن يكون محاسب او في اي موديل، فبتترجمها عربي وانجليش. او في كيسز بتضطر تاخد الترجمه زي ما هي وتاخدها كوبي بيست في مشاريع معينه، زي الناس اللي اشتغلت في اذربيجان او المانيا او كده. طيب ايه اهميه الترجمه؟ زي ما قلت لكم ان هي بتسهل على الاند يوزرز، بتسهل على التوب مانجمنت، لان هما بيلاقوا ان الكونفيجريشن موجود، او يدخل على الشاشه يلاقي الكونفيجريشن اللي انت عملتها في الفاليو ليست موجوده بالديسكريبشن الصحيح. طيب ايه احسن طريقه نترجم بيها؟ ده اللي هنشوفه في الديمو ده. هنلاقي فيه طريقه سهله نقدر نترجم بيها من غير ما نطلع بره السيستم، وندخل تاني باللغة اللي عايز أترجم بيها علشان أتأكد إن الترجمة تمت بشكل صح. أنا هبتدي دلوقتي، هدخل على النظام. خليني أدخل على اس اي بي سيستم على الكلاينت ده من غير هحاول أدخل بلغة مش انستولد. خليني أجرب أدخل بالعربي، تريبل اي ال اليوزر بتاعي والباسورد، وهنا في اللوجن لانجوج هكتب عربي، هيطلع لي ايرو بشكل مباشر اللغه دي نوت انستول. لما اجي ادوس انتر، طب ازاي اعرف اللغات الانستول او الموجوده على السيستم بتاعي؟ هدخل على ترانزاكشن اسمها اس ام ال تي سمارت، بس خليني الباسورد. هنا هيقول لي دي اللغات المترجمه، مجرد ما افتحها بيقول لي ان هي امبورتد كومبليتلي، او اللانجوج باكج دي imported completely. طبعا لو ما عنديش authorization على smelt هدخل على SE16T002C. لما برن languages بلاقي ان عندي English و Deutsch بس الانستولد، دي installed packages. هدوس /NEX عشان اقفل كل السيشنز وده من غير warning من غير prompt. لا، خليني الاول ادخل على الconfiguration بتاعتي، اختار ال document types، وهدوس على go to translation. هلاقي دلوقتي انت عايز تترجم لانهي لغه. انا داخل بالانجلش فانا هترجم للالماني. هيقول لي اللغه اللي انت داخل بيها الانجلش اسمها equal different بالالماني ده description. هبدا احط ايه scores قدامها، همارك ال changes اللي انا عايز اعملها في اللغه الالماني، وهدوس save. طبعا هي مش بتعدي اوتوماتيك، محتاجه transportation request. مجرد ما وصلت النقطة دي هدوس /NEX واعمل log off من غير prompt، من غير أي إنذار. وبعد كده هحاول ألوجن تاني، هلوجن تاني بس المرة دي بالألماني عشان أشوف الترجمة أو التعديل اللي أنا عملته في اللغة الألمانية في الـ document type ده ظهر ولا لأ. أنا دخلت بالإنجلش تاني، بتسبقنا اول ما تكتب الباسورد بتلاقي ايدك بتبريس كليك انتر على طول. فخليني ادخل دي اي، ادخل الباسورد، ممكن يطلع غلط اهو. فقال لك ايه الباسورد مش اوكي، ادخل الباسورد وادخل بالجيرمان لانجوج. هدخل على او بي اي 7. هنا في OBA7 هلاقي ان التعديلات اللي عملتها في الترجمه الالمانيه ظهرت معايا كده بكل بساطه من غير ما اعمل لوج اوف ولوج اون مره ثانيه.
شكرا، هو السيشن بتاعت النهارده قصيره، اتمنى ان هي تكون helpful ليكم و very valid. please don't forget to be subscribed، ما تنسوش تدخلوا معايا في القناه دي، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.